يعني بالتأكيد مخطوط زي ده هيكون كشف استثنائي وفريد من نوعه. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن أهميته من الدكتور الحسين عبد البصير مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية اللي موجود معانا دلوقتي عبر تطبيق الزوم. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير، ازي حضرتك يا استاذه بسان؟ صباح الخير، ازي حضرتك يا استاذ احمد؟ اهلا بحضرتك. يعني طبعا بعتذر، هو معانا على التليفون، حابه اعرف من حضرتك اهميه هذا المخطوط وايه دوره والاسرار اللي يمكن بيضيفها كمان. هو طبعا الموضوع التحنيط ده من اهم الاشياء اللي جت لنا من مصر القديمه، وطبعا في اسرار كتيره جدا كل مدى بنكتشفها مع الوقت، وهو طبعا يعد من اهم الالغاز اللي جت من مصر القديمه والاسرار اللي يعني ابدع المصريين والقدماء خصوصا الكهنه في الحفاظ على اسرار هذه العمليه منذ اقدم العصور في مصر القديمه الى نهايات العصور اليونانيه الرومانيه. الجميل بقى في المخطوط ده اللي اعلنته جامعه كوبنهاجن انه عصور على المخطوطه الطبيه دي اللي بترجع لحوالي 3500 سنه، وتحديدا من عصر الدوله الحديثه اللي هو عصر الامبراطوريه، وبتعرف ببرديه اللوفر كارلسبرغ. وهي اهميه هذه البرديه بترجع لي ان هي بتصف كيفيه تحنيط الوجوه بمواد عطريه نباتيه ومواد كان بيتم طهوها داخل سائل، وكانت توضع قطع من الكتان الاحمر في السائل لتوضع بعدها على وجه المتوفى. وزي ما احنا عارفين ان التحنيط كان بيتم كل 4 ايام لتستغرق العمليه كلها حوالي 70 يوم. طبعا ده شيء مهم جدا، لكن احنا بالنسبه لنا الجديد في الموضوع انه ازاي نعرف طبيعه المواد والادوات ومده التحنيط التي ذكرتها البرديه اللي بالنسبه لنا ما كانتش جديده، لكن اتكلم عنها قبل كده متخصصين سواء في الترميم او في نصوص تاريخيه سابقه او لاحقه. لكن اللغز بالنسبه لنا يظل في نسب المواد المستخدمه وطبيعه التركيبه المستخدمه في عمليه التحنيط للحفاظ على جسد المتوفى، والامر ده هو اللي بيؤكد يعني بالنسبه لنا عمليه سر هذه الصنعه والخبره لدى المصريين القدماء في هذا العلم، ولحد دلوقتي لم يتوصل اليها العلم في عصرنا الحديث. طبعا عندنا اكتشافات حديثه ايضا في مجالات يعني التحنيط، يعني في لسه كانت موميا اكتشفتها باعثه مصريه بتاعت الدومينيكان عباره عن مومياء ذات لسان ذهبي اكتشفت في غرب الاسكندريه، وكذلك تم اكتشاف في جامعه سيدني اول مومياء ملفوفه في الطين. فدي من ضمن الحاجات برضو الخاصه بعمليه التحنيط، وكل يوم احنا بنستكشف يعني اشياء. دكتور، بمناسبه هذه الاكتشافات المختلفه لازمنه وعصور متعدده سواء كانت القديمه او الوسطى او حتى الحديثه لدى المصري القديم، هل اختلفت عمليه التحنيط من عصر لاخر؟ طبعا اختلفت، يعني في البدايات كانت بدائيه جدا، مع الوقت بتبدا تتطور، وكذلك حضرتك تقدر من خلال اللفائف بتاعه التحنيط نفسها تقدر تأرخ الموميا دي ترجع لاني فتره، وكذلك التمائم فندم اللي هي عباره عن حاجات صغيره كده كانت بتوضع جوه المومياء يعني عشان تساعد المومياء في تأمين رحلتها في العالم الاخر والانتصار على كل الشر اللي بيواجه المومياء بحيث ان هي تبعث مره اخرى. فمن خلال هذه الاشياء، من خلال الدقه في التحنيط، من خلال اللفائف اللي هي الكتانيه اللي كانت بتلف بها الجسد، في حاجات ثانيه اسمها الاواني الكنوبيه ايضا، دول 4 اواني كانوا بيطلعوا احشاء المتوفى ويحطوهم فيها عشان ان هي ما تفسدش الجسد. المخ طبعا زي ما حضرتك عارف كان بيطلعوه من الانف، لكن من الجنب كان بيطلعوا كل الحاجات اللي تخص الجسد. وطبعا التحنيط عندنا في مصر القديمه كان بيستمر 40 يوم، وكانوا بيلفوا جسد المتوفى في ملح اسمه النطرون، كان بيجي مواد النطرون ثم تلف الموميا باللفائف وتوضع في التابوت. وطبعا زي ما قلت لحضرتك اللي هي المعده والامعاء والكبد والرئتين دي كان بيطلعوا من فتحه من جنب الجسم المتوفى، وكانت بتحفظ في 4 اواني سموها الاواني الكنوبيه نسبه الى الفتره اليونانيه الرومانيه، كان في منطقه جنوب اللي هي بوقير عندنا في الاسكندريه، والمخ كان بيطلع من الأنف. لكن القلب كان بيتم الاحتفاظ به داخل جسد المتوفى لان هو ده كان بالنسبه لهم هو العقل، وكان بالنسبه لهم هو الفكر، وكان هو طبعا عن طريق مشهد الشهير 125 بتاع المحاكمه بنقدر نشوف القلب موضوع في كفه والريشه بتاعه العداله في كفه، ودي طبعا فكره راقيه جدا، فكره حساب الذنوب وعقاب المتوفى او انه يخش الجنه في العالم الاخر، كانت عندهم والعوده ايضا للبعث مره اخرى يعني.
والبعث مره اخرى. فهي فكره مصر القديمه كلها فندم قايمه على البعث، الثواب والعقاب والبعث والاعتقاد في العالم الاخر. لذلك حافظوا على المومياوات، لان لازم حضرتك تحافظ على الجسد، لان عشان لما الروح تيجي تتعرف على هذا الجسد يتم بعثه في اكمل صوره وفي اقرب صوره. وبدليل برضو ان لو حد كان حب يأذي حد في مصر القديمه كان يشيل اسمه، يقول لك حتى يمحي اسمك، يشيل اسمك عشان الموميا ما تتعرفش عليه، والروح عفوا ما تتعرفش عليه. يدمر المومياء، يكسر التماثيل بتاعته، يكسر مناخيره عشان ما يشمش، ما يبعثش في العالم الاخر، يدمر الصوره بحيث ان الروح ما تيجي ما تتعرفش عليه. فكل دي كان الوسائل الشريره اللي كان بيعملها اعداء المتوفى للقضاء على حياته في العالم الاخر، بحيث ان هو يكون يعني نكره ومجهول في العالم الاخر. يعني عملية التحنيط للمومياوات، وكمان يمكن بناء الأهرامات نفسها سر من أسرار الكون. لغاية النهاردة الإنسان الحديث مش عارف يكتشف الأسرار دي، لكن ده سر كده من أسرار جمال وعبقرية المصري القديم. في كل وقت وفي كل الأزمنة لسه بيبهرونا لحد النهاردة. كل الشكر للدكتور الحسين عبد البصير، مدير أثار بمكتبة الإسكندرية.